محمود جمال موسى، هذا المصنع من الصناعات الثقيلي مصنف عالميا من الصناعات الثقيلي. هلا نحن بدينا بالمشروع 18/9/2019، بلشنا في المشروع، اشتريناها ارض. طبعا نحن رحنا قبل ما نشتري وقبل ما نساوي رحنا شاورنا الاداره انه نحن بدنا نجيب معمل صهر حديد على هالمنطقه، فرحبت الاداره كثير. جينا اشترينا الارض وصلحناها وزبطناها وساويناها واقمنا معمل على بطريقه بالمواصفات، خلينا نقول مواصفات السوري بلا ما نقول العالمي، يعني مواصفات مدينه الشيخ نجار يعني او سواتا. ب1/2/2020 انطلق المعمل، اصبح يصهر حديد. هلا هذا المعمل ايش بيشتغل؟ يعني نحن بنجيب نفايات الحديد اللي هي التنكل بالشوارع، الحديد المكبوب اللي يعني مثل ما بقول مسدود في الشوارع والناس زهدانته، ندخله على المعمل، نصهره بوادق بطريقه حقل مغناطيسي، نصهر الحديد على درجه 1800 درجه سائل، نصبه على قوالب مثل ما شفتوا، يعني نصبه على قوالب بنطالعه بليت. المرحله الثانيه بنشيله على معمل الصيخ، صيخ البناء، نسحب هالبيليتي بتطلع صيخ بناء بمواصفات أوروبية، خام نضيفه للحديد منصلحه بمواصفات أوروبية. وطبعا مواد الخام منا منجيبها من الصين، منا منجيبها من ألمانيا، منا منجيبها من تركيا، فتطبيقة مواد يعني، ومنحطها مع المواد الخام نرجعه خام أساسي يعني مثل ما أول مرة استخرج. المعمل طاقته الإنتاجية تقريبا من 10 إلى 20 طن بال24 ساعة. كادر العمالي تقريبا شي 50 عامل تقريبا يعني بشكل تقريبي. ايش خصائص هالمعمل هذا؟ يعني ايش وفر للمنطقة وايش ساوى للمنطقة؟ هذا المعمل هلا سابقا نحن كنا نستورد صيخ البناء وما زلنا نستورد صيخ البناء من برا، عم كلفنا $680 عم نبيعه للمواطن تقريبا $700. نحن أنتجناه هون بأيدينا بدون قطع أجنبي، بأيدي محلية، وطرحناه بالسوق ب$580 ناقص تقريبا 100 إلى 120 دولار عن اللي عم نجيبه من برا، ونفس الوقت وفرنا قطع أجنبي على الناس. جميل محمد، نائب رئاسة مشتركة للجنة الاقتصاد منبج وريفها. طبعا فيما يتعلق بمعمل صهر الحديد في منبج، يعد من أكبر المنشآت الصناعية في شمال وشرق سوريا، وله أهمية كبيرة في توفير مادة الحديد الخاص بالبناء، ويساهم في رفع الاقتصاد، وأيضا من خلاله يتم توفير نسبة كبيرة من فرص العمل لأهالي المنطقة، ويتم من خلال هذا المعمل تصنيع الحديد الخاص بالبناء عن طريق مراحل متعددة كالسكب والصهر والقولبة، وبعدها ينتقل إلى مرحلة السحب لكي يستخرج منه مادة حديد البناء بأشكال وأطوال متعددة، ويتم تصنيعه بمواصفات أوروبية عالية الجودة تحقق نسبة جيدة من الاكتفاء من مادة الحديد.